السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن السي تي جي، راح نتكلم عن البيسلاين فاريابيلتي اكسلريشن وديسلريشن. اول شيء بنبدا بالبيسلاين. تقريبا البيسلاين او الفيتال هارت ريت راح يكون من 110 الطبيعي الى 160 بيت بير مينت. اوكي، لما نجي عندنا بالنسبه للسي تي جي، هذا يعتبر واحد مثال على السي تي جي. لما نجي نحدد البيسلاين تبع السي تي جي هذا، أول شيء راح نشوف القراءة هذه، وين التمركز حق القراءة هذه. تقريبا نقدر نقول إن هنا أكثرها موجودة، إيش الأغلبية موجودة بين 140 إلى 120. لو نقدر نرسم لاين هنا، نقدر نقول تقريبا كذا أو فوق شوي بعد كذا، صح ولا لا؟ فيكون تقريبا هو من 120 إلى 140، تقريبا between them. نقدر نقول مثلا 130 مثلا، لو نلاحظ هنا تقريبا 130 او 125، شيء زي كذا. فعلشان كذا بالنسبة لهذا هو تحت عنده الرينج الايش الطبيعي من 110 الى 160. بعد كذا راح نتكلم عن البيسلاين فاريابيليتي. طبعا قبل لا نتكلم عنها راح نعرف ايش البوكسز هذه، كم قيمتها او الميجرمنت حقتها. راح نكون بالنسبة لهنا راح تكون عبارة عن 30. اوكي، راح تكون عبارة عن 30. اوكي، اما بالنسبة للطول حقها هذا العرض 130، والطول راح يكون تقريبا للبوكس الواحد تقريبا 5. طيب 5 بيت بير مينت، ومن هنا 30 سكند. تمام، فهذه اساسيات نعرفها. يعني نعرف انه طول البوكس راح يكون 30 سكند، والعرض حقها اقصد، والطول حقها راح يكون 5 بيت. طيب الفاريابيليتي، الكرايتيريا حقت الفاريابيليتي حقت البيس لاين لازم تكون من 5 إلى 25. طيب لما نجي هنا نقرب البيس لاين، نعتبر هذا البيس لاين صح، نجي عند واحد من البيس لاين ونشوف مثلا من هنا، هي مفروض الكرايتيريا حقتها تكون اكثر ايش من 5، يعني 5 وفوق. طيب نجي نحسب هنا البوكس واحد 5 صح ولا لا، البوكس الثاني 5، هذه 10. اوكي، 5 ثانية 15، معناتها هذه الفاريابيليتي طبيعية. الفاريابيليتي اللي هي التغيرات، يعني ما يكون اوكي، خلني اوريكم فاريابيليتي هنا تقدرون تشوفون الفرق بينها. بالنسبة للفاريابيليتي هنا لو نلاحظ، شوفوا على شكل مستقيم، ما في، يعني لو نقرب كذا ما في فاريابيليتي كويسة، صح ولا لا؟ يعني تقدرون تشوفون الفرق بين الفاريابيليتي هنا وهنا. اوكي، الحين راح نتكلم عن الاكسلريشن والديسلريشن، ايش الفرق بينهم؟ يقول لك البيس لاين ابوف البيس لاين هذا يعتبر اكسلريشن، بلو البيس لاين اللي هو يعتبر ايش؟ ديسلريشن. يعني هنا نقدر نقول هذا عباره عن اكسلريشن، هنا في ديسلريشن، اكسلريشن هنا، اكسلريشن هنا، اكسلريشن هنا. اوكي، بس ما نقدر نحكم انه مجرد انه نظر انه هذا اكسلريشن خلاص وهذا ديسلريشن، لازم ايضا لها كرايتيريا معينه. الاكسلريشن لازم lasted for more than 15 second. Okay, لازم lasted for more than 16 second, as well as إنه lasted إنه تكون أكثر من 15 beat per minute. Okay, يعني هذه أيضا الكرايتيريا حقتها، لازم تتبع الكرايتيريا هذه عشان أقول إنه هذا acceleration. طيب خلنا نقرب من هنا ونشوف، نسوي زوم هنا، نشوف الacceleration هذا من عند البيسلاين جاي من هنا، وإحنا قلنا هذا 5. خمسة، وهنا 5 كمان، هنا 5، هنا 5، 25، 30. يعني هي صار كم؟ أكثر تقريبا 30 بيت بير مينت، صح ولا لا؟ فهذه معناتها أخذت الكرايتيريا حقت الأكسلريشن. طيب بس لازم أيضا تتبع الكرايتيريا الثانية إنها lasted for more than 15 second. نجي هنا نحسب هذه عبارة عن كم؟ 30 ثانية، صح ولا لا؟ فهنا 30 ثانية، وهنا تقريبا، هنا جزء جزء تقريبا يمكن 50 ثانية، هذه تعتبر، فهي lasted for more than 15 second، فهذا يعتبر acceleration. أيضا لو نأخذ مثال ثاني هنا، أيضا نشوف هنا lasted for more than 15 second، وأيضا more than إيش ال 15 beat per minute. طيب بالنسبة للdeceleration، طيب بالنسبة للdeceleration راح نقول هنا مثل ما قلنا deceleration below الايش البيزلاين. طيب لما نجي مثلا نحكم على واحد من هنا، هذا deceleration، هنا نلاحظ هنا deceleration. طبعا لازم نعرف انه الاكسلريشن تجي نورمال، اما بالنسبه للديسلريشن يعتبر اب نورمال. طيب
بالنسبة للديلاسيريشن لما نجي هنا تقريبا نقول هاي تقريبا lasted for مثلا هنا نقول انه تقريبا 15 يعني وقفت عند ال 15. طيب بس هل الكريتيريا حقتها هنا تقريبا 5 10 صح ولا لا؟ تقريبا خلينا نقول هنا 10 sorry هنا تقريبا 10. لو نلاحظ هذه ما اتبعت الكريتيريا حقت ليش ال deceleration مثل ما قلت لكم deceleration as well as the acceleration نفس الشيء تمام. لازم الكريتيريا هذه وغير كذا deceleration لازم يكون في اكثر من مكان. deceleration راح ناخذ مثال هنا deceleration يكون اوضح. لو نلاحظ هنا بالنسبه deceleration واضح جدا يكون deceleration اكثر من 15 second below the baseline ويكون ايضا lasted for more than 15 second. Okay. بالنسبة للجزء اللي تحت هذا يحسب لك contraction حق اليوترس uterine contraction. طيب لما نجي نحسبها لما نعرف هنا تقريبا ما في أي contraction بس نقدر نقول تقريبا هنا contraction راح يكون زي كده راح يكون في ارتفاع تمام. نقدر نشوف هنا بالصورة هذه بصورة deceleration contraction عالي يعني في موجود contraction هنا. طبعا بعد ما خلصنا هنا راح نعرف نقول مثلا CTG هذا عبارة عن normal في البيسلاين تقريبا من 120 ل 140 تقريبا 130 أكثر شيء مركز عليه. الفاريابلتي أيضا أكثر من 5. الاكسلريشن موجود acceleration multiple acceleration. No deceleration في هنا مو ماخذ الكريتيريا فما في deceleration. والcontraction طبعا ما في contraction بس إذا كان مرتفع هنا فأنا أعرف إنه في contraction وبس.